السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديوهات الأخيرة في سلسلة التهيئة والتمهيد والتدريب لشرح المنهج الخاص بجغرافية الصف الثالث الثانوي. الفيديو ده واللي بعده إن شاء الله هنبقى ناخد فيه عبارة عن تعريف بالمنهج أو بالمقرر بتاعنا. احنا عارفين إن اسم المقرر الجغرافيا السياسية. مقرر الجغرافيا السياسية بيتكون من درس تمهيدي وأربع وحدات. الدرس التمهيدي اسمه مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية. هنخليك دلوقتي كده على جنب وناخد فكرة عن بقية الدروس في الوحدات. الوحدة الأولى وعنوانها الدولة في الجغرافيا السياسية. الدولة. الله ينور عليك. الدولة في الجغرافيا السياسية. والوحدة دي فيها أربع دروس. الدرس الأول بيتكلم عن الدولة تعريفها وأنواعها. الدرس الثاني بيتكلم عن المقومات الطبيعية لقوة الدولة. الدرس الثالث بيتكلم عن المقومات البشرية لقوة الدولة. الدرس الرابع بيتكلم عن النظام السياسي والانتخابي في الدولة. الوحدة الثانية وعنوانها المشكلات السياسية. والوحدة دي فيها خمس دروس. الدرس الأول بيتكلم عن الحدود السياسية. الدرس الثاني بيتكلم عن أنواع الحدود السياسية. الدرس الثالث بيتكلم عن تطور خريطة العالم السياسية والمشكلات المرتبطة بها، وهنا بيقصد المشكلات السياسية أو المشكلات الحدودية. ثم الدرس الرابع وعنوانه مشكلات اقتصادية ذات بعد سياسي. والدرس الخامس عنوانه مشكلات اجتماعية ذات بعد سياسي. الوحدة الثالثة وفيها درسين. الوحدة الثالثة عنوانها عنوان الدرسين. الدرس الأول اسمه التكتلات الاقتصادية، والدرس الثاني اسمه الأحلاف العسكرية. والوحدة الرابعة برضو فيها درسان. الدرس الأول اسمه ماهية العلاقات الدولية، والدرس الثاني اسمه النظام العالمي الجديد، وعنوان الوحدة العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد. نرجع بقى تاني كده للدرس الأول اللي هو الدرس التمهيدي مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية. هندرس ايه في الدرس دوت؟ أول حاجة طبعا في مقدمة بدأناها في فيديوهات التمهيد اللي هي تطور خريطة العالم والدول والتغيرات اللي بتحصل فيها، لو تفتكروا اللي هو كان في فيديو بين اسمه خريطة العالم بين الحاضر والماضي والمستقبل. الدرس ده هنبدأ فيه بمفهوم الجغرافيا السياسية، ثم تطور الجغرافيا السياسية، والتطور دوت بينقسم إلى قديما وحديثا. بعد كده عندي أهداف الجغرافيا السياسية، ثم مجالات الجغرافيا السياسية ومجالات الجغرافيا السياسية فيها قديما وحديثا. قديما كانت الدولة والمشكلات الخاصة بالدولة، المشكلات السياسية والعلاقات الدولية أو علاقات الدولة. حديثا بقى في حاجة اسمها الدولة والتحليل السياسي للقوة والنظام العالمي الجديد. وبعد كده في عندي آخر جزئية فيه اللي هو التقنيات الحديثة ودورها في الجغرافيا السياسية، زي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ده كده عرض لدروس المنهج، أسماء بالوحدات، واتكلمنا بالتفصيل عن النقط اللي في الدرس الأول. ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو التالي اللي هنتكلم فيه عن نفس النقط دي عن كل درس في المنهج. احنا مجموعة دروس 14 درس، وإن شاء الله بعد كده نبدأ في شرح المنهج على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.